السلام عليكم الدراري، لاباس عليكم؟ امور ديالكم مزيان؟ كنتمنى يعني من يوصلكم هذا الفيديو لا تلقاكم يعني في افضل الحالات ديالكم. بالنسبه للناس ديال البكالوريا، اوتوماتيك هذا هو اول درس عندكم في الرياضيات هو الاتصال. ولكن حنا يعني قبل ما ندخلوا يعني درس الاتصال، لابد يعني خاصنا نديروا يعني تذكير في شي حوايج غادي نحتاجوهم في درس ديال الاتصال. صافي، المهم بيناتهم يعني لا ليميت، يعني شي حوايج غادي نحتاجو مني في لا ليميت راه كاينين في درس ديال الاتصال. صافي، فشنو هما يعني هاد الحوايج هادو اللي غادي نحتاجو؟ فاول حاجه هادي هي النمره ديالي، غنحتاجو المتطابقات العامه. هاد ثلاثه هادو عارفو، وعاد غادي نزيد واحدين اخرين بغيت نخليهم يعني باش نوريك يعني الطريقه كيفاش غادي تحفظهم. وغنشوفو يعني تعميل معادلة من الدرجة الثانية، راه ضروري كنتو قريتوه في لاليميت، يعني كتكون كتعمل معادلة باش كتختازل من الفوق ومن التحت. المهم حنا جايين وغنشوفو يعني تحديد الإشارة. هاد تحديد الإشارة دي فين غادا تفيدنا في الاتصال؟ ملي كتكون يعني كدرس على اليمين وعلى اليسار، ضروري تحدد الإشارة. هنايا أول حاجة غنشوفو يعني هي المتطابقات العامة، أ أو كاري زائد بي أو كاري كتساوي يعني هي أ أو سي اتنان زائد جوج أ بي، المهم اللي مشهورة زائد بي أو سي اتنان. عندنا أ ناقص بي لكل أو سي اتنان تقريبا في حالة بحال هادي كتساوي يعني أ أو سي اتنان ناقص جوج أ بي زائد بي أو سي اتنان. عاوتاني عندنا أ أو كاري ناقص بي أو سي اتنان كتساوي يعني أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. هنا غنزيدكم وحدة أخرى ديال أوس تلاتة، نكتبو سيدي لون مختلف. شنو هاد اللون هذا؟ نكتبو يعني بهاد اللون هذا اللي هو أ زائد بي للكل أس تلاتة. فتقول ليا كيفاش غادي نبقى عاقل عليها؟ بما أنني عندي تلاتة غادي ندير يعني تلاتة ديال الزائدات، ها وحدة ها جوج ها تلاتة، وغنجي الوسط ديالهم وغندير يعني تلاتة تلاتة. صافي، أييه. أشنو آخر؟ هنايا عندي غندير عاوتاني هنايا أ أوس تلاتة، أ أوس اتنان، أ غادي نعكسها من الجهة لأخرى كيف ما درنا يعني أ، خاصنا نديرو يعني حتى لبي. هنايا غنديرو بي أوس تلاتة، هنايا بي أوس اتنان، هنايا بي، يعني هاكا على الشكل. هادي هي متطابقة يعني من الدرجة الثانية. كذلك عاوتاني يعني في بلاصه يعني ديك الزائد غتكون ناقص أ ناقص بي أوس تلاتة. هنايا شنو كدير؟ هنايا كتمشي ناقص زائد ناقص، وداكشي اللي كاين الفوق كتكتبو لتحت، يعني أ أوس تلاتة تلاتة أ أوس اتنان بي تلاتة أ بي أوس اتنان بي أوس تلاتة. صافي، هنا كاينه واحدة اخرى وهادي ميمكنش ما تحتاجهاش، اللي هي تقريبا دايره فحال هادي، يعني هنايا ا اوس تلاتة زائد بي اوس تلاتة. ها كيفاش كتكتب؟ كتفتح واحد جوج اقواس على هاد الشكل هذا، وهنايا كتكون يعني زائد ناقص زائد. هادي المهم يعني بحال هنا ما كتبقاش تحتاج يعني ديك ا أوس تلاتة، كتكتب يعني هنا ا هنايا بي، هنايا ا أوس اتنان، هنايا ا، وهنا عاوتاني كتعكس عاوتاني بي أوس اتنان بي على هاد الشكل هذا. صافي، ا زائد بي كتجي هنا ا أوس اتنان ا بي أوس اتنان بي. صافي، كذلك عاوتاني بالنسبة كاين وحدة أخرى فيها الناقص هنايا اللي هي أ أوس تلاتة ناقص بي أوس تلاتة، كتكون تقريبا بحال العكس ديال هادي، كتكون عاوتاني هنايا ناقص وهنا كتبقى غدا زائد، يعني هنايا زائد زائد على هاد الشكل هذا. كدير هنايا أ هنايا بي، هنايا أ أوس اتنان، هنايا أ، هنايا بي أوس اتنان، هنايا بي. صافي، أنا كنوريك هنايا طريقة باش تبقى عاقل عليه وصافي. حتى هنايا مزيان، حتى هنا مزيان، هادي ما يمكنش ما تخدمش بها، وعندك هادي وعندك هادي. انا باش نعطيكم على واحد المعلومه بالنسبه اي حاجه يعني
كتكتب على شكل استثناء فاوتوماتيك مور تكون موجبه، تقدر تحتاجها في تحديد الاشاره. احنا جايين هنا غنشوفوا يعني طريقه تعميل معادله من الدرجه الثانيه. كيفاش غادي نديروا نعملوا معادله من الدرجه الثانيه؟ فاول حاجه هو اننا كنحسبوا ما يسمى بدلتا. لو بغينا نعملوا معادله الدرجه الثانيه ما يمكنش ندوزوا نيشان التعميل. ملي غنكون يعني كنحسبوا لا ليميت غنوريك يعني واحد الطريقه يعني غادي تعملها بعينيك. دغيا هنايا اول حاجه معادله كتكتب يعني على هذا الشكل. نعطيك مثلا مثال بحال يعني جوج اكس اس اثنا زائد ثلاثة اكس زائد سي. صافي، اول حاجه كتحسب دلتا. فشنو هو الدلتا؟ كتشد هاد العدد هذا كدير ليه يعني اس اثنا بي اس اثنا ناقص اربعة اس. هنايا غادي طيح يعني غادي طيح يعني في ثلاثة ديال الاحتمالات. الا كان هاد ا، الا كان هاد دلتا هذا موجب، ولا كان دلتا سالب، ولا كان دلتا كيساوي الزيرو، شنو غيوقع؟ الا كان دلتا ناسي، الا كان دلتا موجب فالحلول هما اكس واحد كيساوي هو ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج ا. الحل الثاني يعني اكس دو كيساوي هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا. كيفاش غادي نعملوها؟ ركز معايا يعني مزيان، هو انك كتجي كتفتح يعني جوج ديال الاقواس. كيفاش غتعمل هذه المعادله؟ هذه جوج ديال الاقواس هنايا كتحط يعني هنايا كتحط يعني ا، وهنا كيكون يعني هنا اكس اكس ناقص ناقص. هنايا كتحط هاد الحلول هادو، هنا كتحط داك اكس واحد هنا اكس دو. صافي مزيان، غنشوفو الا كان يعني داك دلتا انه موجب. دلتا يعني كيساوي زيرو، عفوا دلتا كيساوي زيرو. باش نفيريفيو هاد الشي، هدا عندنا هاد الحالة وعندنا هاد الحالة. إلا كان دلتا يعني كيساوي زيرو شنو غادي يوقع؟ راه غير هنا إلا جيتي عودتي راه غتبان لك يعني هنايا الجدر ديال زيرو راه هو زيرو، بحال تبقى لك ناقص بي على جوج. يعني إكس واحد كيساوي هو ناقص بي على جوج. مزيان مثلا انا مزيان. فهنا كيفاش غادي نديرو ليها؟ كاين غير حل واحد طبيعة الحال. كيفاش غنديرو يعني التعميل ديالها؟ التعميل ديالها غيكون على هاد الشكل، يعني ا عامل لي اكس ناقص هنا او كاري. راه حتى هنا الا جينا نديرو بحال غتعطيك يعني اكس واحد هنا اكس واحد، اكس واحد يعني في اكس واحد راه باينة غتكون يعني شي حاجة في شي حاجة، راه تكون يعني ديك الحاجة يعني او كاري. هنا غنحطو هنا اكس واحد صافي، تلهنا فاهمين. اما اذا كان هاد الدلتا هذا اصغر من الزيرو لا يوجد تعميل. صافي، في المجموعه R. هنا غنشوفو يعني تحديد الاشاره، يعني كيفاش غادي نحددو إشارة ديال المعادلة. بطبيعة الحال يعني باش نكتبو هنايا تحديد الإشارة، هنا إشارة ديال المعادلة. صافي، لي كتكتب على شكل أ إكس أو كاري زايد بي إكس زايد سي. هنايا الدراري سطرنا هاد الجداول هادو. ما الفائدة من هاد الجداول هادو؟ هنايا غتركز معاها. هنا إلا كان دلتا نيجاتيف يعني سالب، هنا كنحطو يعني اكس كتكون يعني هنا من موال لانفيني، هنايا سالب بليس لانفيني. هنايا ديك المعادلة، المعادلة هنايا كتكون يعني إشارة أ، يعني إشارة أ. إلا كان هذا هاد
كانت مثلا عندها ناقص جوج اكس او كاري كتكتب يعني ناقص، كتكون يعني هنايا إشارة أق. مزيان. أما سيدي إلا كان هاد الدلتا هادا كيساوي زيرو، كتجي هنايا كدير إكس، كدير هنايا ديك المعادلة، كدير هنايا موال لانفيني، كدير هنايا بليس لانفيني، كدير هنايا داك الحل اللي هو إكس واحد، كتقول أودي بأن هنايا كتنعدم. وهنا كدير عاوتاني، هنا كدير كاملة هي إشارة أخ، إشارة أخ. مزيان. هنايا إلا كان دلتا أنه سالب، نجيب شي لون آخر، إلا كان دلتا موجب ماشي سالب، دلتا موجب. هاد الورقة راه غادي تحتاجها بزاف. هنايا كتجي كدير عاوتاني، كتجي دير هنايا إكس، هنايا موال لانفيني، هنايا بليس لانفيني، هنايا داك إكس واحد، هنايا داك إكس تو. بطبيعة الحال كتحطهم بالترتيب، إلا كان هدا إلا ما عمر خاص يعني يكون يعني إكس واحد، أنه راه صغر من إكس تو، باش كتحطهم غير بالترتيب، صافي. كتجي دير هنايا معادلة، كدير ودي بان هنايا كتنعدم، هنايا كتنعدم، صافي. هنا اش كدير؟ هنايا كدير إشارة أق، هنايا إشارة أق، هنايا كدير عكس إشارة أق، صافي. لو بغيتي تسكريني هاد الورقة هادي، هاهي صافي.